مشاهدينا، صار في حدث كثير حلو وضخم ترفيهي ببيروت، كان في تجربة عائلية مذهلة، وأيضا سعت هذه الاحتفالية الترفيهية إلى أحياء العاصمة بيروت طبعا من بعد كل هذه الأحداث اللي صارت، وبالأخص انفجار المرفأ وكورونا وكل هالأسى. وهذه الاحتفالية كان كرنفال لا ينتسى، موجه للأطفال وموجه أيضا للعائلات وكل أعمار الأفراد العائلية. طبعا كان في ألعاب، كان في مطاعم واستعراضات، خشبات مسرح، عروض موسيقية وأيضا سينما بالهواء الطلق. هذا الحدث يعني فينا نقول عالمي، لأنه استقبل كمان يعني فرق عالمية أحيت على مسارحه بذوق مصبح هذه الاحتفاليين. نحضر فيديو عنه سريع. نحن اليوم مجموعين بذا كارنيفال سيتي، اكبر فيستيفال بيصير بلبنان من بعد البانديميك، هدفه تو ريفايف لبنان، حتى نرجع نفرجي انه لبنان منه بيطلعوا كل المهرجانات. نشكر الله، توداي وي ار فول، وي ار اكسبكتينج كثير عالم بعد تجي، عندنا سكادجول مع اربع ستيجز، ماجيك، سيركس، دي جيز اند باندز. اهم شيء انه هالمره وي ار سبورتينج ذا لوكال ارتست. عشية رح يكون عنا كذا ستيج كمان للكبار حتى يجوا ياخدوا درينكس وينبسطوا. بكرة عنا دي جي العالمي ريتون اللي معروف بغنيته فرايدي، رح يكون موجود معنا بفانيو برات دريم بارك فور ان انترناشنال ستيج. التيكتس عم ينبيعوا على artistsandmore.com، لحقوا حالكم لأنه tomorrow we are connecting Beirut with the world.